الحمد لله الحمد لله. ايه اللي حصل النهارده في الجلسه؟ الحمد لله النهارده اتاجلت لبكره. اتاجلت الجلسه بتاعت الصيدلي ولاء زايد لبكره. ولاء الدكتور ولاء سعيد زايد اتاجلت لبكره ان شاء الله. الناس عايزه تفتكر ايه اللي حصل في قصه ولاء وازاي ده حصل؟ ان احنا ادينا الامان الكامل. الامان الكامل للاسره اللي ما تستاهلش ان ده امان. ما كان عندي المفروض ابني ده امان وانا اديته امان ورجحتها على اساس انها انسانه محترمه ونعيش والغلط نصلحه وخلاص ما فيش فايده. لكن يظهر ان الغلط ما بيصلحش. اتجوزها من امتى؟ اتجوزها في 2016. جاب منها يونس. يونس ولاء تعاملها معاكم كانت معاملتها ما كنتش ليا علاقه بيها والله. والله كانت بتيجي ضيفه يوم ولا حاجه وعلى مضض يعني كانت بتبقى برضه مش يعني قهريه بقى ونزله الارياف زي ما انتوا عارفين يعني قهريه بقى. النهارده شفناك كنت منفعله شويه او زعلانه وقت المرافعه بتاعه المحامي، ايه اللي كان مزعلك بالظبط؟ انا كنت زعلانه والله. انا عارفه ان هو بياخد عمل وبيقضي شغله اللي هو المتهم بتاعه اللي هو الدفاع بتاع المتهم اللي بيدافع عنهم يعني هو مقابل اجر. ما هو لازم يقول امال هيقول ايه. بس ما فيش اي يعني هو احنا منتظرين الحق. وانا قلت له احلف بولاد وحياه ولادك ان انت اللي بتقوله ده حق وان انت مقتنع باللي انت بتقوله ده. قال لي يا حاجه انا مقضي الشغل. محامي المتهمين بعد الجلسه خد حضرتك على جنب، ايه الحديث اللي دار بينكم؟ الاستاذ محمود راجل محترم وبقضي شغله وراجل محترم وانا بقدر له كل احترام وربنا يسدد الحق. ان كان على ايديه ان كان هو ربنا قادر وشهيد ووكيل باذن الله حق ابني هيرجع. في قضاء عادل وفي رب كريم فوق سبع سماوات. يعني احنا من اللي شفناه في الجلسه معترضات على الفاضي تقريبا تقريبا اللي حصل غير اللي قاله المحامي خالص في الجلسه. ما عندوش حاجه يقولها لان السبب اصله ما عندوش ليه سبب. هو في كل حاجه معترفين بها في الورق. هيروح فين من الاعتراف اللي في الورق؟ يعني ما يقول هو يا جماعه لازم يقول. انا مقتنع. انا كنت مدير عام في التربيه والتعليم وعارفه ان اي حتى لما تتحول شؤون قانونيه كان لازم كل واحد يدافع عن نفسه. هو كان حتى ولا بالغلط هو لازم هو النهارده كان بمجرد سرد للاوراق حتى معالي المستشار هو كان بيسرد الاوراق. طب ما المستشار قال الورق والمحامين كلهم قالين الورق حتى المحامي القاضي قال له اللي احنا عارفينه. ايوه ما احنا عارفينه. النهارده اتكلم عن المشاكل الزوجيه اللي بين ولاء الله يرحمه وزوجته وقال ان هي الموضوع اتطور وتهمه بيبقى على طول عصبي. مين ده؟ ولا لو كان عصبي انا قلت له هو بيقول لي ولا لما بتعصب بيعمل ايه؟ قلت له بيروح يتوضى ويصلي ركعتين. ولا كان حافظ القران كله ولا كان بيروح بيحج سنويا بحج ما فيش الا في 2020 لما اتقفل الحج ما وحش. لكن انا حاجه انا وهو وابوه في 2019 وهو حاجه في 21 ومن يوم ما راح من 2013 وفي السعوديه كل سنه بيروح عمره. ولا لما كان بيتضايق كان بيروح يعمل عمره ولا من 2013. طيب هل اهل الزوجه الاولى اجبروا ولاء على تطليق زوجته الثانيه؟ اه طبعا. ده هو كلمهم قال لهم عايزين يطلقوني عايزين اكلمها هي وقال لها هم عايزين يطلقوكي. فقالت له ايه طلعني ولا جيب نفسك لان هي حست انهم ضاغطين عليه ومكتفينه وضاربينه وهم اعترفوا في الورق بكده. لما هو كلمها قبل ارتكاب الوقعه ايوه قال لها يا ريم عايزين يخلونا يطلقوك. يعني هم فعلا احتجزوه وضربوه؟ ايوه احتجزوه وضربوه. والتقرير يا جماعه الطب بيقول كده. هم هيروح فين من التقرير الطبي؟ الدكتوره بنسيه قالت كده قالت ان في احتجاز وفي ضرب وفي معمول. ما شفنا المرافعه بتاعت استاذ نشأت الجلسه اللي فاتت ازاي وضح للقضاء ووضح اسد القانون استاذ نشأت اسد القانون وبامر الله ربنا بعته لنا من السماء عشان يجيب لي حق ابني وان شاء الله باذن الله هو والدفاع وسياده المستشار احمد زكريا والاستاذ محمود. احنا شفنا تقريبا لاول مره في القضاء بيتعامل بالصوره وان ازاي اتضرب وحاول يوضح. ما هو ده الحقيقه دي الحقيقه اللي ربنا كشفها وهيكشفها وهتظهر باذن الله هتكشف على ايديهم هم على ايديهم هم باذن الله. قال المجني عليها الدكتور ولاء فين دلوقتي؟ نعم ابن الدكتور ولاء يونس. ابن يونس في عيلته في قلب عيلته في قلب العيله بتاعت ولاء. احنا عيله كبيره في المنوفيه في الشهد في قلب عيلته في بيت ابوه. بتقولي له ايه لما بترجعي بعد اي جلسه؟ يونس قم في يعني بقول له هو بقول له روح هات حق بابا. طب ليه هو ليه عارف محامي هو يونس شاف كل حاجه وعارف يعني عارف ان وصف يونس بان هو عنده فرط حركه وعنده عشان يعني ايه يطلع ان كلام يونس مش مظبوط او كلام يونس مش ما بتاخدش بيه. وبعدين هو يونس شهاده استدلاليه. كام سنه يونس؟ خمس سنين. هو النهارده المحامي اتكلم عليه وركز ان هو ازاي عارف اصدقاء اذا كان هي بنيابه ما خدتش اقوال يونس وقالت انها شهاده استدلاليه بس او ارشاديه
بيقول يعني انها يعني مش تستكمل الشهاده يعني زي توضيح بس. متابع ايوه مشاهدي موقع مصراوي دي كان معانا والده الصيدلي ولاء زايد، كشفت لنا النهارده اللي حصل في الجلسه واللي تم تاجيلها غدا لاستكمال مرافعه الدفاع. كان معانا والده المجني عليه واللي قالت ان محامي المتهمين النهارده كان بيسرد الاوراق وكان بيحاول يتهرب من القضيه. شكرا لكم متابعي ومشاهدي موقع مصراوي.